بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس جديد من دروس الفقه معنا ولا نايمة؟ صحصح لنا كده عشان بس ده فقه. والفقه هو عصب العبادة، فصل في أحكام النفقات. النفقة مأخوذة من الإنفاق وهو الإخراء، يعني يخرج يطلع يعني، ولا يستعمل إلا في الخير. يعني لو تتبعنا لفظ الإنفاق هنلاقيه بيستعمل في الخير، لينفق ذو سعة من سعته. ماشي الكلام؟ أسباب النفقة سببين. ما أسباب النفقة؟ سببين. القرابة، ثلاث أسباب معلش، القرابة والزوجية والملك. ما أسباب النفقة؟ القرابة والزوجية. كام أما أقول لك أسباب النفقة تعملي كده على طول، تعملي كده على طول. أسباب النفقة كام؟ ثلاثة. القرابة والزوجية والملك. طيب نفقة الأقارب، قال لك نفقة الأقارب الأصول والفروع من الأقارب. الأصول اللي هو الأب وإن علا والأم وإن علت، دول الأصول. الفروع بقى الأبناء وإن سفلوا، يعني الابن وابن الابن وابن ابن الابن اللي هم الأحفاد يعني، وأبناء البنت وقبل كده يعني. نفقة الأصول والفروع من الأقارب واجب لمن تكون للوالدين الأصول وإن علوا، الأب والجد وجد الجد وإذا كانوا عايشين يعني. خلاص. المولودين والفروع وإن سفلوا، الابن وابن الابن وابن الابن طالما الجد موجود يصرف عليهم يعني. ذكورا وإناث سواء، اتفقوا في الدين أو اختلفوا فيه، يعني اتفقوا في الديانة أو اختلفوا في الايه في الديانة. خلاص كده. طيب وتكون على أولادهم وإيه وأصولهم زي ما قلنا. خلاص كده. مقدارها بقدر الكفاية، يعني أكلوا ويلبسوا اللبس المعتاد، اللبس الإيه المعتاد. طيب تكون على الأولاد. خلاص كده. بمن يلحق الأجداد والجدات، الملحقون بالوالدين برضو، الجداد يلحقون بالإيه، ما احنا قلنا الأب وإن على والأم وإن إيه وإن علت يعني. خلاص كده. وبمن يلحق أولاد الأولاد، ملحقون بالأولاد في ذلك، يعني ينفق زي ما ينفق على أولاده، وبينفق على جده زي ما كان بينفق على أبوه، وينفق على جدته زي ما كان بينفق على إيه على أمه. الدليل بقى متفقين طبعا، أي حكم شرعي الدليل من القرآن والسنة وإجماع الأم. الدليل من القرآن بالنسبة للوالدين، وصاحبهما في الدنيا معروف، والمعروف يشمل كل أنواع الخير ومنها الإيه الإنفاق. خلاص. ومن المعروف القيام بكفاتهم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن من أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من أموالهم. شوف الحديث بتاع الرسول، أحل ما وأحل أكل الإنسان بيأكله اللي يكسبه من عرق جبين. طيب هو مش ولد الإنسان من كسب الإنسان، مش ابني ده بتاعي جاي مني ها، فلما يأكلني ولا يديني حاجة هو من كسبي، يبقى ماله حلال ولا مش ماله حلال؟ اهو. ان من اطيب ما ياكل الرجل من كسبه وولده من كسبه، يعني ابني من ايه من كسبي وانا من كسب ابوي، فلما ياكل من مالي حلال 100%. ها شوف الرسول، فكلوا من اموالهم، بيامر الاباء ان ياكلوا من ايه من اموال ابنائهم ان كانوا في حاجه وفي غير حاجه برضه. تمام كده، واضح. يبقى القرآن دليل الإنفاق على الوالدين، وصاحبهما في الدنيا إيه معروف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن من أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من أمواله، رواه النسائي وأبو داود. بالنسبة للأولاد بقى، طبعا دي حاجة بديهية يعني، لو الأب ما أكلش أولاده هيفضحوه، لا هيموتوا منه، عايزين ناكل لحمة. اهدى، مين اللي بيقول كده؟ كده مش فاعل بيقولوا كده. ماشي. خلاص. بالنسبة للأولاد من الكتاب، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، مصروفهم يعني. فآتوهن إيه أجورهن. خلاص. فإن أرضعن، يعني لما المرأة ترضع الطفل نديها أجرها، أجل الرضاعة، لأن الرضاعة أكل للطفل، فبيدفع أجره. فاهم مثلا؟ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، لأن كان المعتاد زمان إنه يجيب مرضعة للولد. يجيب مرضعة لمين؟ والمرضعة كانت بتيجي بالإيه؟ بالأجر. طب زوجته إيه اللي هترضع؟ يبقى لها أجر. طب
اذا كانت معاه خلاص فنجيب واحد وبتاع، اذا كانوا مفيش في انفصال. طب لو كان في طلاق بقى، اذا كانت هي هترضع الولد لها اجر الرضاعه دي حاجه لوحده. استدلوا من ديت بقى يا احباب على ايه؟ على ان الرضاعه بالنسبه للمولود اكل، ومين اللي هيدفع ثمن الاكل للولد؟ ابوه. اه فان ارضعنا لكم فاتوهن اجورهن. تمام كده؟ ده الدليل من القران. الدليل من السنه بقى او وجه الدلاله اهو، اذ ايجاب الاجره لارضاع الاولاد يقتضي ايجاب نفقتهم من باب اولى. ومن السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبه زوجه ابي سفيان بن حرب، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. اشتكت هند بنت عتبه للنبي صلى الله عليه وسلم بخل ابي سفيان بن حرب، فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح يقتر علينا في النفقه، افاخذ منه بغير اذنه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني خذي على قد الاكل والشرب بس. يعني دي مش سرقه؟ لا، على بدل على قد الاكل والشرب، انما هتكبش وتحوش من وراه. لا مش سرقه، انها تاخد. لا بدل هتاخد، هو ما بيصرفش عليهم. اه، او ربنا كرمه بياكلهم جبنه حلقه وبتنجان كل يوم، وربنا موسع عليه من نعيمه. فهي بتقول له عايزين ناكل حته لحمه حته بطه بتاعه، هو ما فيش الاسبوع كله من وال واحد. فالرسول بيقول خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بالمعروف يعني ايه؟ ما تحفيش. ما ايه؟ يعني ما تاخدي يا اولاد، خدي يا اولاد، يلا هاتوا لنا فرخه ناكل بيها، ها، وناخد بقى ال 1000 جنيه نحشوها على جنب وما يعدش الفلوس. لا ده كده هتخش في الاثم بقى. هتخش في الايه؟ دي معنى كلمه قول الرسول بالمعروف. عشان كده لما بيسالوا الفقهاء دلوقتي، واحده بتسال فقهاء، ما في بياخدوا الكلام ده حج، يقولوا للشيخ يا عم الشيخ ده جوزي راجل بخيل وما بيصرفش على اخذ من وراه. فالشيخ بقى الخصيف يقول لها انا ما اعرفش مقدار البخل ازاي. يعني انت عايزه تاكلي كل يوم لحمه مثلا حضرتك؟ عايزه تاكلي كل يوم كباب وحمام مشوي وبتاع ولا ايه؟ الايه يعني البخل؟ فمالوش ضابط. مالوش ايه؟ لان الحاجات دي بتبقى ضمير بينها وبين ربنا، يعني هو عارفه ان ربنا رزقه، ها، رزقه وما بيجيبش. فالرسول قال لها خدي هاتي اكلي واكلي عيالك بس بالمعروف. ايه يعني بالمعروف؟ الطاقه. على قد الغد، على قد العشاء بس. ما ناخدش بقى ال 20 جنيه 30 جنيه نعينهم، لا ده كده نخش بقى في الاثم ومجال السرقه بقى. ماشي يا احباب؟ اهو ده الدليل على الانفاق على الايه؟ الاولاد. شروط وجوب النفقه بقى. شروط وجوب النفقه، اولا شرط نفقه الوالدين تجب على الفروع نفقه الوالدين وان علوا زي ما قلنا، يعني الابن ينفق على ابوه على جده على جد جده على جد جده. دي معنى ايه؟ وان علا ينفق عليه. خلاص، بشرط واحد وفقرهم ان كانوا فقراء. فان لم يكونوا فقراء وانفق عليهم من باب بر الوالدين بقى، مش تبقى واجبه عليه بقى. افرض هم اغنياء، يعني رايح ابوه ربنا كرمه بتاع وكده ربنا رزقه، ورايح واخد له زياره كده حاطط له في فريزر التلاجة فرختين كده وذكر حاطه في فريزر التلاجة، وابوه مش محتاج. ده من باب ايه بقى؟ بر الوالدين. ها، جاب له حلوه حته علبه حلاوه كده في مولد النبي، وراح ابوه برده من باب بر الايه؟ الوالدين. ماشي الكلام؟ اهو يبقى الشرط ان يكونوا فقراء. طب لو كانوا اغنياء بقى وما انفقش عليهم خلاص ما عليهوش حاجه. لو كانوا فقراء وما انفقش عليهم يأثم، وفي قانون، في قانون يعني ماده في القانون ان لو الوالد اشتكى ابنه عشان ما بينفقش عليه القانون بيوجب على الولد نفقه لابوه. واضح يا ست؟ ماشي. ربنا ما يحوجنا ليكم. ربنا ما يحوجنا ليكم يا ست، ونصرف نفضل على نصرف عليكم على طول كده. فتجب النفقه للفقير من الوالدين ولو كان صحيحا ايه؟ عاقلا. ولا يكلف الوالد بالعمل ولو كان قادرا. يعني لو الاب فقير ويقدر يشتغل، او ابنه يقول له روح اشتغل عشان تكتسب، ما يقولوش كده، يصرف عليه. يعني لو كان الاب فقير ويقدر يشتغل، الولد ما يقولوش روح اشتغل وشوف لك شغل عشان تاكل نفسك، لا يصرف عليه. شوف الشرع بقى، ما كل وصاحب هما في الدنيا ايه؟ معروف. نعم. لو بقى الابن هو اللي فقير بس ايه، بس ما بيشتغل، الاب هو اللي يقول وصحته كويسه زي البغل يجور الساقيه يعني؟ لا ده نحطه في عربيه جرجره ثانيه بس كده. مش معنى بقى هو ما يقولش لابوه ما يروح يشتغل وهو عشان ابوه كبر وسنه بقى خلاص يعني، ومن باب الهيبه يعني ما يبقاش ابنه موجود يروح يشتغل. عشان كده بيقول ربنا ما يحوجنا ليكم. سبحان الله. خلاص اهو،
لانه ليس من المعاشره بالمعروف تكلفه بالعمل مع كبر الايه السن. عيب يعني ابوك يبقى راجل كبره كده وانت قاعد زي البغل البعيد يعني معلش وسايب ابوك يروح يشتغل. شروط